السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هلا شباب، شلون الصوت بس؟ عسى بس صافيكم. خاف ان الدخل فيه صوت الماء المكيف. بدينا. اي نعم بدينا. كيف الصوت؟ اوكي صوت زينك. هلا شباب، كيف الحال؟ انا ابراهيم خليل، اللي ما يدري للحين الستريم هذا بيكون سوالف بيني وبينكم، فما راح يكون في اي لعب، ما في اي شيء اضافي. يعني بحاول قد ما اقدر الاعلانات ما تطلع عندكم، اذا في اعلان بعطيكم خبر قبلها، وراح يكون في جيف اوي كود اللي هو لعبه ماينكرافت. ف اوكي خلي الجوال على جنب، لا يشغلني. الإعلانات راح أتوقف كلها راح توقف، فلا تخافون. طيب الله ينعم عليكم. أمس قلت لكم، أمس بروح ما عندي شغلة إيش بسوي، فقلت خل أروح حلاق. رحت حلاق ولعب في شعري لعب ما هو طبيعي، لكن على الأقل يعني دام إنه صيف ما هي بمشكلة، دام إنه صيف يعني خلاص خلي يخترب الشعر مو مشكلة، لأن حر فشيل الشعر ما عندك مشكلة. أوكي لا ما ادري ايش وما اشوف الاقل عندي، لكن نبدا اخذ اسئلتكم لان عندنا 45 دقيقه وبيعد العشاء علينا. مين اللي يقولوا لا؟ انا مستغرب، انا قاعد اشوف الستريم قدامي. سووا سلو، والله الظاهر ما في الا سلو. سلو مود مفروض انه سلو شغل، مفروض انه اشتغل. مبروك رجعت الغرفة، الله يبارك فيك. من قبل أنا كله بس متكاسل. الشباب بدون روابط لو سمحتوا، يعني بدون روابط. من قبل أقول برجع الغرفة، ولكن كله متكاسل، فعشان كذا آخر شيء رجعت. عجبني الوضع تحت، يعني كان المجلس أحسن وأريح لي، لكن لازم الواحد يرجع غرفته في النهاية. طيب اليوم ما في ماينكرافت، ما أتوقع إنه راح يكون في ماينكرافت أبد، لأن اللي عندي الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء، لو صارت لي فرصة بعد صلاة العشاء ممكن، لكن حاليا ما أتوقع. أوكي خلنا أخذ أسئلة. أي سؤال أي شيء. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. إيش تقييمك للعبة مارك أوف ذا نينجا؟ إلى الحين اللعبة لسه ما ختمتها، أنا وقفت آخر شيء مع اللي كان في الستريم، وباقي أتوقع باقي ساعة واحدة وتخلص اللعبة. ف الى الحين اللعبه مره ممتازه، مستمتع فيها، برجع اكملها، لكن البوردر لاند قاعد تاخذ وقت كثير مني، ولاني مجزها الى حلقات واجد، يعني سجلت الى الحين 19 حلقه، فعندي وقت اني اخذها على راحتي، اختمها على راحتي. عندي اسبوع كامل او اسبوعين تقريبا لين ارجع واكملها مره ثانيه. حاول تكثر ماينكرافت ان شاء الله. ماينكرافت راح تصير يعني على الاقل حلقتين في الاسبوع تسجيل، انا اتكلم غير عن الستريم. طيب ليش ما تسوي مقابلات؟ لان المقابلات ما هي من الشيء اللي يعني يستهوي المشتركين عندي، فعشان كذا يعني ما هو بشيء اللي انا يستهويني ولا يستهوي المشتركين. وتنسيق المقابلات متعب، يعني عشان ترتب مع شخص وتحددوا اليوم اللي يناسبك واللي يناسب الشخص الثاني ياخذ منك وقت الترتيب. يعني حتى التسجيل مع الاشخاص اللي دائما وياهم، اللي هو مثلا عادل، جاد، ماجد، الاشخاص هذول اللي انا دائما وياهم، التنسيق بيننا ياخذ وقت، فعشان كذا المقابلات راح تضيع وقت كثير مني. وش رايك بالقطعه الجديده؟ القطعه الجديده ممتازه، واجهتني مشكله بسيطه فيها وراح اتكلم فيها بالفيديو. خلال اليومين الجاي ان شاء الله راح اسجل المقطع حقي. طيب هنا جيب هاوس ما ادري وينه. هاوس اصلا كمبيوتر خربان. عندي اقتراح للقلعة في ماينكرافت، ارسل لي على القناة وان شاء الله اشوفه، اذا ينفع راح اسويه. العب باتلفيلد 3. باتلفيلد 3 صراحة اللي خليني ما العبها ماني مستمتع باللعبة، فما راح العب لعبة وانا ماني مستمتع فيها. وش تخصصك؟ اللي هو انسترومنتيشن اند كنترول، بالعربي يعني اللي هو الكترونيات والتحكم. كيف ادخل نظام البارتر وكيف اسحب الفلوس؟ نظام البارتنر في اكثر من طريقه، لكن المتعارف عليه حاليا تدخل عن طريق شركه وسيطه بينك وبين اليوتيوب. احنا مثلا انا داخل الحين مع تي جي ان، وقبلها مع مشينما. الشركات هذه يسمونها شركات وسيطه، انت تدخل معاهم
ويدفعون لك مقابل المكتوب في العقد. يعني كل شركة لها طريقة في الفلوس، تسحب الفلوس تجيك يرسلون لك فلوسك على الباي بال، وبعدين تحولها من الباي بال على حسابك السعودي أنت. بس الباي بال فيه مشكلة واحدة، إنه ما يقبل إلا فيزا، فلو عندك ماستر كارد ما راح تقدر تستخدمه، لازم تغيرها. أنا كنت أستخدم مثلا ماستر كارد حقت بنك الأهلي، بعدين غيرت اضطريت إني أستخدم اللي هو فيزا من بنك البلاد اللي هي مسبقة الدفع. بس حول على فيزا، وبعد تقدر تحول كل مبلغ يجيك، ولهم يسحبون الباي بال ياخذون منك 1% من نسبة الفلوس اللي قاعد تحولها. ليش ما تصور كول اوف ديوتي؟ ابى اصورها، بس يعني عندي العاب كثيره وترتيب الوقت مشكله، لان عندي انا كليه دوام ودوامي كله مسائي، فلو اجي بنسق مع واحد يكون صعب. يعني مثلا يوم الاثنين والاربعاء صعبه جدا اني العب، والسبت ارجع الساعه 10 بالليل، الاثنين ارجع الساعه 10 بالليل، عندي الاحد والثلاثاء في وسط الاسبوع، عندي خميس وجمعه، فتخيل 4 ايام بس لازم ارتب وضعي بين الدراسه وبين القناه. وين راح هنا؟ طيب كم عمرك؟ عمري 26. فين اكتب كود ماينكرافت؟ في الموقع حقهم، راح اوريكم الطريقه. تلعب مثل جير سوليد؟ لعبت الجزء الثالث، الاول ما اذكر اني خلصته. سجل مقاطع الفيفا 13، فيفا 13 بيصير لها تسجيل، لكن بيكون بث، وبعدين بنزل البث في القناه. ما راح اسوي لها تسجيل شيء، لان انا اصلا ما اعرف العب، انا لعبي مش حالك، ولا اقدر اشرح شيء ولا اقدر اسوي شيء. فاللي بسويه في اللعبه اني بلعب مع اخواني ولا بلعب مع احد اعرفه، وبنزل بسوي ستريم زي المرات اللي قبل. شباب رجاء بدون روابط. اللي هو في شيء يتكلم عن التجار، خليني اشوفه. هي خرفنات تجار الالعاب، هذا لاحظت الهاشتاج، الظاهر انه طلع من عند جاد، او جاد كان له دخل في الموضوع. جاد تكلم عن موضوع حلو اللي هو اسعار الالعاب وكيف انها غاليه ومبالغ فيها. صحيح الكلام، صح انه لازم نحاول قد ما نقدر ما نعطيهم فرصه للتجار انه يغالون في الاسعار، لكن مهما قاعدين نسوي فيه فئه من الناس مستعده تدفع مبالغ كبيره. وممكن اقول في لعبتين هي اللي ممكن تخرب الموضوع هذا. لحظه اعذروني ينشف ريقي بسرعه، بس اللي هو مشكلتنا احنا في لعبتين هي اللي راح تسبب ازمه في هذا الموضوع، اللي هو كول اوف ديوتي وفيفا، لان اللعبتين هذه الكل يبغاها، وفي البدايه الكل يعني مستعد يدفع مبلغ كبير عشان ياخذها. لو قدرنا نسيطر على هاللعبتين اتوقع ان الالعاب الثانيه ما راح يقدرون يسوونها غاليه. ف يعني يبغى الكل يتعاون مع بعض في الموضوع. وش تقييمك لعبه بوردر لاند 2؟ بوردر لاند 2 انا قلتها في تويتر واقولها مره ثانيه، اكثر لعبه استمتعت فيها هذه السنه. يعني انا بالنسبه لي هذه اكثر لعبه استمتعت فيها، اكثر من كول اوف ديوتي. يعني انا الكل يعرفني اني دايم العب هذه اللعبه، لكن بوردر لاند صراحه شيء ثاني. تنزل اساسن كريد؟ احتمال اذا نزلت اللعبه اللي الجديده، الجزء الجديد احتمال العبها وانزل لها شيء، احتمال مو باكيد، لاني ما لعبت ولا جزء من اللي قبل. طيب كيف انزل ماينكرافت الاصليه؟ ماينكرافت انت تشتري اليوزر الاكاونت الاسم حقك بس، وتنزل اللعبه عادي من الموقع حقهم. وش تفضل الالعاب، الكونسول ولا البي سي وليه؟ يعني الكونسول اسهل انك تلعب، تدخل ودخل شريط متاع الموضوع، وفي اشخاص كثير يعرفونك في الكونسول. البي سي صراحه كجو لعب احسه احلى، لكن يعني كل واحد له مميزاته، بالذات مثلا البي سي يتفوق كثير في الجرافيكس، اللي يهتم بالجرافيكس البي سي افضل له، فما في واحد احسن من الثاني بالنسبه لي. انا العب في الاثنين، لكن العب في انا اللي يتابعني يعرف اني ما احب العب بالحالي، احب العب يكون معي احد. فاذا الاشخاص اللي بلعب وياهم موجودين على البي سي صار البي سي افضل، اذا موجودين على الاكس بوكس صار الاكس بوكس افضل. وش احسن، اكس بوكس 360 ولا بي اس 3؟ شوف اللي عند ربعك واللي عند الاشخاص اللي تعرفهم، لانك بتلعب مع ناس، انت ما راح تلعب بالحالك، فما ادري، انا ما اقدر اقول لك هذا احسن ولا هذا احسن. ارفع الصوت، صوتي ضعيف؟ طيب ابشر، خلينا نرفع الصوت كذا احسن. خلينا اتاكد من الصوت هنا عندي، الصوت المفروض انه عالي يعني المفروض. شلون الحين؟ مضبوط ولا لا؟ ليه ما تلعب سلندر الجديدة؟ لأني ما نزلتها، لو نزلتها إن شاء الله راح ألعبها. الصوت عالي، صوت مضبوط، عالي شوي. طيب بنزل شوي منه، نزلنا شوي.
وش تقييمك الفيديو الزومبي حق بلاك اوبس؟ صراحه ماني متحمس كثير معاه، لاني ما هو زومبي ما هو من اهتماماتي، فيعني شفته كذا على الطاير ولا كنت مهتم. تقدر تجرب لعبه تانكي اونلاين؟ شفت مقاطع لها، ما استهوتني اللعبه. كم مدة الستريم؟ الين ياذن العشاء علينا، يعني الساعه 7 راح اوقف، باقي نص ساعه وخمس تقريبا، نص ساعه واربع دقائق. تلعبوه في سيرفر سناب شوت؟ السناب شوت نزلوه وبعدين شالوه مره ثانيه، فالحين رجع على اللي هو 1.3 الظاهر، 1.3.1 شيء زي كذا. ما ادري وش موضوعك مع اللعبه اللي تقول شريتها وما ضبطت، صراحه ما عندي فكره، بس راسل الشركه، يعني اي مشكله راسل الشركه عادي تسوي شرح كيف تسجل مقطع في اكسبلت. نزلت مقطع في القناه عن اللي هو الاكسبلت كيف تستخدمه. طيب وش البرنامج اللي تسولفون فيه انت والشباب؟ على حسب، بعض الاحيان نستخدم تيم سبيك، بعض الاحيان مامبل، وبالغالب اذا عددنا الى 4 اشخاص نستخدم اللي هو سكايب نفسه. الاكس بوكس حقك ابيض ولا اسود؟ اللي عندي الاسود الاليت القديم اللي هو الفات. اشتريت فيفا وبكم؟ صراحه ما شريت فيفا، انا للحين ما شريتها، بنتظرها تنزل، بنتظر يعني ينزل سعرها، للحين اسعار كلها مبالغ فيها. متحمس لتحديث ماينكرافت الجديد على الاكس بوكس؟ ما عندي اللعبه اصلا فما اهتميت. اكثر لعبه متحمس لها السنه؟ يعني انا كل سنه اكثر لعبه متحمس لها كود، فاتوقع ان السؤال غلط موجه لي. شوف الاشخاص المهتمين بالالعاب، بالالعاب الكثيره يعني انواع. ليش ما تلعب هابي ويلز؟ ممكن ارجع العبها، يعني العبها بين فتره وفتره، لكن ما سجلت لها شيء من فتره، يعني من زمان ما سجلت لها شيء. متى الكود حق ماينكرافت؟ قريب ان شاء الله بيكون في وسط الستريم. ايش فيك متنح؟ ماني متنح، بس لان واجد كلام قاعد يجي فلازم اقرا كل شيء قد ما اقدر. دارك سايدرز ما لعبتها، ليج اوف ليجند ما سهوتني، اسلوب اللعب هذا ما يسهويني. لما تشتري لعبه ماينكرافت من الموقع حقهم يرسلون لك الكود على الايميل ويطلع لك في الشاشه اصلا. ليش ما رحت الجيمز 12؟ كنت مشغول في ذاك الوقت فما قدرت اروح. كلموني شباب زيباد قالوا لي، لكن كان عندي شغل فما قدرت اروح. ايش احسن لعبه عندك؟ اكثر لعبه استمتعت فيها قلت لكم بوردرلاند 2، الى الحين هي اكثر لعبه اتوقع انها افضل لعبه بالنسبه لي في هالوقت. الى ان تنزل بلاك اوبس 2 ما ادري ايش يصير بعدين. اللي يسأل عن الكوب الاصفر هذا جاني هديه من اخوي، لو تشوفه من هذا الجهه، بس لازم لو بشرب باليسار بيطلع بين لكم، بس لان اشرب اليمين فيطلع منمس. جاب لي من الامارات، كان راجع من دبي وجاب لي هديه من هناك. متى ديد ايلاند؟ الين حل مشكله في مشكله ما احنا بعارفين وش سببها بين اجهزتنا وبين اجهزه بين جهاز اللي هو عجز الرديني، طلعت لنا فجاه، فلما نجي نبي ندخل مع بعض ما يخلينا ندخل، فما ندري وش المشكله. ان شاء الله اول ما نحلها راح نسجل. اللي هو مشكلتنا انا وعادل مع جهاز الرديني، فاتوقع لها دخل في النات تايب وهالاشياء. اللي يشوف البث على سفنة وني شكرا. طيب الكود حق ماينكرافت، كود ماينكرافت للحين ما قررت شلون بعطيكم اياه، في احتمال اني انزل لكم في الشات واللي ياخذه قبل مبروك عليه، احتمال اعطيكم سؤال واللي يجاوب عليه اول واحد ياخذه. طيب اللي عنده لاق وقف التورنت لو سمحت. طيب راح تطلع لكم اعلان الحين ترى. طيب الكود ماينكرافت جاء كم سؤال بس ما مداني اروح اقراهم. طيب وش احسن جزء من اجزاء كود عندك؟ اتوقع بلاك اوبس، لكن ان شاء الله اتمنى يعني بلاك اوبس تكون افضل. الاعلان انتهى، مفروض ان الاعلان انتهى يعني. طيب كيف نستخدم الكود حق ماينكرافت؟ بشرح لكم الطريقه بعد شوي اذا دخلت على، لان لازم تدخل على موقع ماينكرافت نفسه الموقع الرسمي. شنو رايك في زومبي بلاك اوبس 2؟ قلت لكم يعني ما اقدر اعطي رايي فيه لان
إيه الحين انا شفت بس شوي من التريلر وما والزومبي نفسه ما هو من الاشياء اللي تستهويني. وين رحنا هنا؟ طيب في واحد قال لي امس كلمني على القناه وقال عنده اسئله كثيره فاسجلها، عطني اكتبهم لي واحد واحد بحاول اخذ سؤال سؤال. طيب في طريقه تشتري العاب من ستيم من غير فيزا والباي بال؟ اتوقع ان في بطاقه خاصه بستيم، هذا طريقه اضافيه، لكن انا اعتمد عن طريق الفيزا. الاعلان طول، اتوقع الاعلان اذا طول عندك بالغالب بيكون حق الزومبي. متى بينزل بلاك اوبس 2؟ في تاريخ 13/11/2012، يعني بعد شهر ولا شهرين شهر واسبوعين تقريبا. احسن كاميرا عندك؟ تقصد ويب كام ولا تقصد كاميرا احترافيه؟ حدد يعني. احسن مود في كود 8 بالنسبه لي، انا احب العب دومينيشن من قبل، فعشان كذا دائما العب دومينيشن. اللي تابعني يعرف ان دائما العب دومينيشن، هي احلى اسلوب لعب عندي، لان تقدر تفهم وش بيصير في اللعبه، تقدر تعرف ريسبونات ومين بيجي من وين، اذا عندك فريق يلعب معك، اذا عندك ناس تتواصل وياهم. وش احسن عندك كود تسامى زومبي ولا ملتي بلاير؟ ما لعبناها ولا جربناها فما نقدر نحكم، لكن من الحين اتوقع انه بالغالب راح يعجبني الملتي بلاير اكثر، لان انا شخصي يهتم بالملتي بلاير اكثر من الزومبي. كم سعر ماينكرافت واي موقع تشتريها؟ تقدر تشتريها من موقعهم الرسمي، وتقدر تشتريها من موقع ماي ستيم. ماي ستيم ما ادري بكم عرضها، لكن الموقع الرسمي تقريبا تطلع 100 ريال، حدود ال 100 ريال كذا، يمكن تزيد شويه وتنقص شويه على حسب سعر العمله. رايك كاونتر سترايك حلوه اللعبه، لكن بالنسبه لي انا اشوف ان الشوتر الباقيين افضل منها، لان يعني هي قديمه اللعبه فخلاص. طيب اسم السماعات حقتك اللي هي ترايتون اي اكس برو، موديلها قديم، فاللي يبغى يشتري شيء جديد لا تاخذ نفس الموديل ذا، مره قديم. طيب ماي ستيم ما يبيعها الحين؟ اوكي ما يقدر يبيعها الحين، يمكن خلصت النسخ اللي عنده. طيب نبغى تيشيرتات حق كيب سمايلينج، كنت متوقع السؤال راح يجيني فمحضر نفسي. ال كيب سمايلينج او التيشيرتات كلها اللي قاعدين نشتغل عليها، يعني يا رب تتحملونا شوي، لان في عندنا كم مشكله في الموقع نبغى نحلها وبعدين ننزل الموقع. الشراء كله راح يكون عن طريق الموقع، ما راح يصير في عن طريق اي شيء ثاني، عن طريق الموقع بس. وكنت مأمل ان امس تكون خلصت كل المشاكل ونبدا اليوم نقول لكم ترى فتحنا الموقع، لكن مع الاسف امس ما انتهت المشاكل، فباقي كم شغله بسيطه. ان شاء الله يعني على السبت الاحد نكون خلصناها. اذا خلصت يوم السبت او الاحد بنحاول يعني في نهايه الاسبوع نفتح الموقع بشكل رسمي، وراح يعني راح تشوفون اللي هو كيب سمايلينج، وفي غيره مجموعه تصاميم في بعضها لها دخل بالجيمينج، اغلب التصاميم اللي عندنا لها دخل بالجيمينج، فيعني الجمهور الاول الموجه لهم اللي يتابعوا القنوات حقتنا، انا وعادل وزيباد وسعودي جيمر يعني هذه فكرتنا، نبغى نوجه شيء خاص بالجيمرز وباسعار ما تكون غاليه، يعني تكون معقوله الاسعار، وغير كذا يكون تصاميم احنا مصممينها ونتعاون مع مجموعه من المصممين. حاليا عندنا يمكن تقريبا 7-8 مصممين موجودين. وين رحنا الحين؟ وش اسم الموقع؟ ما اقدر اقول لكم اسم الموقع الين نفتح بشكل رسمي، فتحملوا شوي. شلون تعرفت على زيباد؟ من زمان انا اعرف زيباد، يعني من بعد ما فتحت قناتي بفتره كنت اتواصل وياهم، لكن بعدين صار في بيننا تعاون اللي هو بخصوص القناه نفسها، لكن قبل ما يصير بيننا التعاون حق القناه كان في تواصل بيني وبينهم وعرفتهم من اليوتيوب. سحبتوا على الكود؟ لا ما سحبنا على الكود لسه. ليش ما دخلت عادل والباقي في هانجر جيم؟ ليش ما دخلت مع عادل؟ اوكي هانجر جيم لعبناها مرتين، المرة الأولى ما كنت معاهم، المرة الثانية أنا معاهم، راح تنزل أتوقع نهاية الأسبوع أو لما يخلصون من تنزيل حلقات هانجر جيم الأولى. المرة الأولى سجلوا وأنا ما كان عندي وقت أكون، يعني كنت برا البيت وما مداني أرجع وأدخل وياهم. البرنامج اللي تستخدمه في التسجيل وإضافة المقاطع حقتك عليه؟ البرنامج حق التسجيل من البي سي نفسه أستخدم الفرابس، وأعدل عن طريق السوني فيجاس. الاكس بوكس اسجل عن طريق البرنامج اللي يجي مع القطع البي في ار، البرنامج حقهم، والليجات هو برنامج حقهم بعد. طيب تنصحنا بيد تيربو؟
ما ادري وش هي التيربو، ما استخدم الا اليد الاكس بوكس العاديه، واليد اللي استخدمها انا اللي هي بالواير ما هو بالوايرلس. وش احسن قطعه تصوير اكس بوكس؟ اتوقع ان افضل قطعه حاليا اللي هي الجاتو مقارنه بالسعر حقها. انا قبل ما كنت ناوي اخذ لي قطعه اللي تركب تشيب داخل في المذر بورد نفسه، على اساس اني اوفر مكان. انا يهمني في القطعه اني اوفر مكان، البي في ار ياخذ واجد اسلاك، يدخل فيه واجد اسلاك ويطلع منه اسلاك بعد كثيره، يعني يدخل فيه تقريبا 6 أو 7 اسلاك ويطلع منه 6 أو 7 اسلاك، فواجد بسوي زحمه. القطعه الثانيه الجاتو قليل الاسلاك تدخل فيها، اتش دي ام اي من اللي هو ان واوت، هذه سلكين، والسلك الثالث اللي هو اليو اس بي. طيب حجم كبير ويقطع الفرابس، اوكي الفرابس حتى اي برنامج ثاني راح يطلع حجمه كبير، التسجيل عن طريق البي سي ياخذ حجم كبير عشان الجوده ويقطعها، هذا شيء طبيعي، هذا اللي قاعد يصير معنا. ناخذها المقطعه ذي وندخلها على سوني فيجاس ونجمعهم كلهم كمقطع واحد، بعدين نسوي لها رندر. طبعا تدخل المقطع يطلع يمكن حجمه 20-30 جيجا عادي، احتمال اكثر من 20، يعني في مقاطع طلعت الى حدود 100 جيجا معي، بعد ما اسوي لها رندر تحول الى 1 جيجا تقريبا. وبعدين في طريقه ثانيه اللي هو تقلل حجم الملفات عن طريق الفورمات فاكتوري. لو اي واحد مهتم بهالموضوع يدخل قناه جاد، في موضوع كامل متكلم عنه جاد وشارح اللي هو اعدادات الرندر حقته وكل شيء فيه. طيب رايك في سلسله مع ماجد هير؟ ماجد هير راح نسجل اشياء كثيره، يعني انا وياه راح نسجل اشياء كثيره قريب ان شاء الله. هو لان دراسه طب وانا دراستي اللي الكترونيات، فاوقات اختباراتنا بالغالب ما هي بنفس الوقت، فهذه مشكلتنا. احتمال يكون انا فاضي هو عنده اختبار، هو فاضي انا عندي اختبار زي كذا، لكن في اشياء كثير راح نسجلها مع بعض. وش احسن عندك، اكس بوكس ولا سوني 3؟ انا ما عندي اصلا بلاي ستيشن 3 فما عندي الا اكس بوكس. نعيم الله ينعم عليك. وش تقييمك للدوري السعودي في فيفا 13؟ لسه ما جربته ولا ادري عنه، يعني ادري انه في دوري سعودي بس ما جربته. في واحد كان عنده واجد اسئله، وين؟ طيب وش في هنا؟ كيف نزل سناب شوت؟ اتوقع من موقعهم، ما ادري ما نزلته ولا مره انا. بتشتري بلاك اوبس 2 اول ما تنزل؟ اكيد، يعني انا بحاول اخذها قبل ما تنزل، بس انا اللي اقول ان وضع اللي عندهم قنوات غير عن وضع الاشخاص اللي ما عندهم قنوات. اللي عنده قناه لازم يشتريها بدري ولازم يسجل شيء لها، لازم يسوي لها شيء. اللي ما عنده قناه ممكن يتاخر يوم يومين ما عنده مشكله، وهذا اللي سبب لي ازمه في الام دبليو 3. طيب وش تشجع؟ شجع برشلونه. انت في امريكا؟ لا انا في السعوديه في الدمام. طيب ابي اضيفك على الاكس بوكس، عندي فل الاكس بوكس. ورا ما تعزمنا على الكافي حقك. اي كافي؟ هذا مو بكافي، هذا شاي. طيب ابراهيم خربان، موقع ماينكرافت خربان، لا تحط الكود في الشات. اوكي بس لازم، يعني لازم انزل الكود اليوم، انا جاي اليوم راح اعطيكم الكود. فالحل اني اعطيكم سؤال واول واللي يجاوب عليه اول واحد ياخذ الكود، هذا احسن حل. طيب برضو مهكر كود مع ولا ضد؟ ما ادري وش تقصد هكر كود ولا مع ولا ضد، يمكن تقصد ان التهكير برستيجات. بالنسبة لي ما اهتم، يعني بتهكر برستيج ما عندي اي مشكلة، انا هكر برستيج. لا تهكر وتخرب اللعبة نفسها. اللي بيهكر برستيج بيصير عنده اسلحة، يعني فتح الاسلحة كلها، فتح الالوان اللي على الاسلحة، فتح البركات، فتح كل شيء، بعدين عنده اللي هو الامبلم والتايتل، يعني كلها اشياء ما راح تاثر في اللعبه نفسها. يعني ما العب، يعني ما راح العب واقول والله اوه هذا ذبحني لان برستيج مثلا 15 ولا لان برستيج مليون، ذبحني لانه سوى شيء احسن من اللي انا سويته، انا غلطت هو سوى شيء صح. فهذا ما عندي مشكله. المشكله مع اللي يجيك مثلا يهكر ويدخل بالنظام اللي يطعم من بعيد تطلق عليه ما يتاثر، هذول مشكله، هذول المفروض يجيهم باند على طول. طيب نقرا وشو هاوس؟ وين هاوس؟ والله ما ادري وينه. وش اصدار فرابس اللي تستخدمه؟ ما ادري والله، ما شيكت عليه. طيب رجاء بدون روابط يا شباب. من وين اتحمل بوردر لاند وكم سعرها؟ شريتها انا من ستيم، سويت لها بري اوردر، دفعت فيها $60 او 59 99.
احسن كاميرا احترافيه. سؤال غلط، السؤال غلط، لا تقول لي وش احسن كاميرا احترافيه، قول انت ايش تبغى تصور وايش الاسلوب اللي راح تصور فيه ومن متى انت تعرف تصور. يعني تبغى احسن كاميرا احترافيه بعطيك اسم كاميرا بتدفع فيها 100,000، مستعد تدفع 100,000؟ مستعد تدفع 150,000؟ يعني ما هو بسؤال مناسب. المفروض انك تقول وش الكاميرا اللي تناسبني على حسب انت استخدامك. اذا توك بادي لا تاخذ كاميرا غاليه، خذ كاميرا صغيره لما كاميرا صغيره ورخيصه، يعني الين خلاص تضمن انك انت والله تبغى تستمر في الموضوع، بعدين تحاول تغير. يعني انا شريت كاميرا من ارخص نوع من الكاميرات كان، وقعدت عليها سنه كامله الين حسيت انه والله صح انا ابغى استمر في التصوير، التصوير هو شيء من اهتماماتي. بعدين رحت رقيت الكاميرا واخذت شيء يناسب احتياجاتي. يعني في مواصفات في الكاميرات الغاليه اللي مثلا 30,000 انت ما انت محتاجها اصلا، ما انت محتاج الكاميرا، ليش المواصفات هذه؟ فليش ادفع المبلغ الاضافي في شيء انا ما احتاجه؟ هنا كاتب خذ لك كانون 550D، هذه كاميرا ممتازه ومناسبه للي راح يبدا. فيلم عجبك الفتره الاخيره؟ والله لي فتره ما شفت افلام فما اقدر اقول لك، ما اذكر شيء محدد، لكن اكثر فيلم يجي في بالي ووريور. طيب اقدر العب معاك اكس بوكس؟ تقدر تلعب معي اذا لعبت كود، خليك موجود في وقت الستريم وانا ارسل انفايتات، يعني في كل مره نلعب على الاقل اقل شيء 50 واحد يلعب وياي، يعني اقل شيء. بس في النهايه ما راح نقدر، يعني ما راح نقدر نلعب الكل موجودين، لان نبدا الستريم في 300 في 400 واحد، فصعب ان الكل يلعب. طيب في شيء هنا، ليه شركة بلاي ستيشن والاكس بوكس ما يسمحون لنا بتسجيل مقاطع الصوت مباشرة بدون برامج تضيف على الاكس؟ ما ادري ليش ما يسمحون. اتوقع انه راح ياخذ من الرام حق الجهاز، فهم ما ودهم انه يحطون شيء بالنسبة لهم ما هو مهم. كم عدد الاشخاص اللي يسجلون المقاطع مقابل عدد الاشخاص اللي ما يسجلون المقاطع؟ يعني نسبة خلينا نتكلم عن اللي عندهم قنوات، كم نسبة الاشخاص اللي عندهم قنوات مقابل الاشخاص اللي ما عندهم قنوات بس يلعبون؟ يعني حتى ما راح يوصلون، ما اتوقع انه بيوصلون 1%. فليش تجي وتوفر شيء بس حق 1% في مقابل انه راح يضر الباقي 99% الباقين؟ تنزل تختيمات؟ انزل تختيمات لكن قليله التختيمات اللي انزلها، يعني اذا في لعبه استهوتني نزلت لها تختيم، وبعض الالعاب العبها بدون ما اختمها يعني. طيب انت تلعب بلاك اوبس على البلاي ستيشن؟ لا انا اصلا ما عندي بلاي ستيشن. انتهت سلسله سلندر؟ سلندر ما هي بسلسله، يعني مجرد ان كم مره لعبت وصورتها، ما لعبت بعدها، ما اذكر اني لعبت، يعني اخر مره كان الستريم حتى ولا نزلته في القناه. طيب نزل بوردر لاند 2 كل يوم انا انزل لها، كل يوم قاعد انزل، يعني حاليا اتوقع مده اسبوعين قدام كل يوم راح تلاقي مقطع البوردر لاند 2 ومقطع مارك اوف ذا نينجا، فاللعبتين هذه كل يوم راح يكون في لها مقطع. الى متى مارك اوف ذا نينجا؟ الى متى تنتهي بوردر لاند؟ اتوقع بتطول كثير لان اللعبه طويله اصلا، فاتوقع ان بوردر لاند بنوصل الين 100 حلقة، اتوقع نوصل 100 حلقة، ليش لا. طيب سلندر تخوف ولا لا؟ سلندر تخوف اذا بديت فيها اول مرة تلعبها، ثاني مرة ممكن تخاف منها، لكن بعدها خلاص يعني تكون انت مهيئ نفسك ايش راح يصير، تعرف شو بيصير. ابراهيم حجبت قناتك؟ لا قناتي ما هي محجوبة، بس لما تدخل على المقاطع من الجوال ما ادري ليش تطلع محجوبة، لكن من الكمبيوتر ما تطلع محجوبة. وش شدك في بوردر لاند 2؟ اسلوب اللعب، طريقة اللعب، الرسوم حقتها حلوة، الموسيقى حلوة، كل شيء فيها حلو يعني. بس بوردر لاند 2 ما تصلح تلعبها بالحالك، لا تجي تقول بلعب اللعبة وبجربها بالحالك، ما هي بحلوة، بتزق منها بسرعة. إذا بتلعبون 3 أشخاص مع بعض، 4 أشخاص مع بعض بتكون واجد حلوة. طيب أكثر 3 ألعاب متحمس لها؟ ميدل أوف أونر وبلاك أوبس 2 وهيلو 4. كم ليفل؟ ليفل كم انت في بوردر لاند الحين؟ عندي اكثر المشكله اللي خلاني اني ما اوصل ليفلات عاليه اني قاعد اجرب كل الشخصيات، فاللي الساحره دي سايرن الظاهر اسمها وصلت فيها ليفل 6 أو 7، وكوماندو 5 أو 6 شيء زي كذا، وكوماندو ما عجبني ابدا اللعب فيه، ما ادري شبي. بعدين في الجنزوركر اللي يلعب فيه عادل، هذا اعلى واحد وصلت فيه الظاهر 15 14 شيء زي كذا، وحق التسجيل اللي هو الاساسن زيرو وصلت فيه 7 أو 8 شيء زي كذا، ماني متاكد منهم. نعيم ان الله ينعم عليك. طيب لحظه واحده بيشتغل عندكم اعلان الحين.
ادري اعلان. قلت لكم بشتغل عندكم اعلان فادري انه اعلان. اوكي لازم ننتظر كم من ثانيه لما يخلص الاعلان. اللي بيشوفون المقطع بعدين في اليوتيوب ما راح يستوعبون ايش السالفه، لكن انا اشغل اعلان كل 15 دقيقه تقريبا عن طريق تويتش، فلما اشغل اعلان ينقطع للستريم وينزل اعلان عندهم، فما يدروا ايش قاعد اقول، ما يشوفون شيء. خلص الحين الاعلان فالحين يشوفوني، مفروض انهم قاعد يشوفون. طيب الكود وخلاص. اللي بيصير بحط سؤال، اول واحد جاوب ياخذ الكود. طيب اللي هو وقت البث مو مناسب للمنطقة الغربية، مكة والمدينة والشمال. طيب اعذرني يعني صراحة ما اقدر اوفق بين كل الاوقات، انا في الدمام فلازم التزم بالوقت للمنطقة اللي انا فيها. الرياض يعني احط في بالي موضوع الرياض، ان الدمام والرياض بيننا وبينهم بس مجرد يمكن 15 دقيقة بالكثير يعني، فاحاول ارتب وضعي. لكن لو اعتمدت على الوقت مثلا اللي يناسب الغربية بيصير الاستريم مدتها يمكن 20 دقيقة بعدين بيأذن عندنا العشاء على طول، لان بين الدمام وبين مكة وقت كثير يعني تقريبا الظاهر نص ساعة ساعة الا ربع، فوقت طويل. راح يصير لخبطة عندي، فاعتمد على المنطقة اللي انا موجود فيها. اتمنى اني شرحت الموضوع. طيب شنو تشرب الحين؟ هذا تشاي. طيب وش تشجع فرق سعودية؟ ما طالع دوري سعودي اصلا يعني، فما يحتاج اني اشجع شيء. طيب وش مكتوب هنا؟ واحد كاتب لي بالانجليزي المعرب وانا ما اعرف اقرا صراحه. ايش رايك سيرفر ماينكرافت؟ شوف الشباب متحمسين فيه ولا لا؟ تلاحظ انا ما اقدر اتكلم على الكل، لكن في مجموعه كبيره متحمسه مع السيرفر ويلعبون دائما تلاقيهم موجودين. الوقت اللي ادخل فيه انا ما هو مناسب لاغلب الشباب، يعني انا ادخل الوقت يمكن على الساعه 11 12 بالليل اذا ادخل، وهالوقت اغلب الشباب ما هم موجودين يعني، يا نوم نايمين. الاقي عادل احيانا لان عادل فرق التوقيت اللي بيننا وبينه، لكن في شباب كثير متحمسين وفي اشياء حلوه قاعد تصير في السيرفر. باقي انا يزيد حماسي، انا متحمس لكن لازم ازيد حماسي زياده على الشغل في السيرفر. ابراهيم تتابع التمساح؟ ما اتابعه لكن اشوف بعض الحلقات من اللي نزلها. متى تبدا ستريم كود؟ ستريم كود الاصل انه كل احد، لكن الاحد هذا بيكون عندي اختبار، فاحتمال كبير انه ما راح يكون يعني يوم الاثنين عندي اختبار، فاحتمال كبير انه يوم الاحد ما يكون في شيء، احتمال مو باكيد. اذا خلص مذاكرتي بدري فراح اسوي ستريم. طيب وش في هنا؟ يا رب اني يمديني اقرا بس. وش جنسيتك؟ سعودي انا. جوست ريكون، جوست ريكون ما لعبتها كتختيم لو سنجل بلاير، لعبت الملتي بلاير وما عجبتني الملتي بلاير، ما عجبني فيها يعني، حسيت انه يبون يسوونها بطريقه اللي هو جيرز اوف وور بس ما ضبطت وياهم، ما عجبتني صراحه. لكن اللي لعبوا السنجل بلاير يقولون القصه حقتها حلوه، فانا لعبتها لان ارسلوا لي كود اجربها قبل ما تنزل في البيتا. كيف تسوي بث في تويتش؟ تسوي لك اكاونت وبس، ما يحتاج شيء ثاني، بس سوي لك اكاونت. اي واحد عنده حساب يعني اي واحد من الاشخاص الموجودين في الشات يقدر يسوي بث من عنده، وبعدين عاد تحتاج البرنامج اللي يسوي لك البث. موجود في القناه عندك، اذا دخلت بتلاقي اكتب اكسبلت بتلاقي شرحت البرنامج، شرحت شلون تسوي البث فيه. طيب اشرح وين نحط الكود؟ الحين الشباب قاعد يقولون ان موقع ماينكرافت فيه مشكله، فما راح انزل الكود عندكم، بعطيك اياه في الايميل او برسلك اياه على التويتش نفسه، ولا تخاف يعني ما راح يضيع، ما حد راح يدخل الكود قبلك. ما فهمت حق سوني فيغاس وش كنت تقصد؟ متى الستريم القادم؟ اتوقع انه يوم الثلاثاء، اتوقع ما هو اكيد بس اتوقع انه يوم الثلاثاء راح يكون. طيب واضح ان موقع ماينكرافت ما يشتغل لان في مجموعه اشخاص كاتبين نفس الشيء. كم كلفك البي سي؟ البي سي كتاور نفسه كلفني 4500 ريال. المواصفات اللي فيه كلها موجوده في مقطع في القناه اسمه سيت اب. تتوقع اسبانيا يفوزون في اليورو الجاي؟ ما ادري، نشوف مستواهم شلون، هل راح يتغير ولا لا، لان اسبانيا في اليورو اللي قبل كان مستواهم تعبان صراحه، الى المباراه النهائيه ولعبوا لعب ما هو طبيعي في المباراه النهائيه، فما ندري يصير خير ذاك الوقت.
ليش سحبت على مايت سايرون اللي هو ذا ووكينج ديد؟ ما سحبت عليها، اللعبه تنزل حلقات، كل شهر ينزل حلقه واحده، فانا اول ما تنزل حلقه سجلها لكم، انتظر الحلقه اللي بعدها. يعني انا سجلت كل الموجود الحين، الاشياء الباقيه لسه ما نزلت، باقي حلقتين اذا ما كنت غلطان ولسه ما نزلت. خل تنزل وبعدين ان شاء الله بسجل لها شيء وبنزلها. طيب عادي تعطيني وجه؟ ما عندي الا واحد، باقي 9 دقائق، باقي 9 دقائق صح. في واحد كان عنده أسئلة كثير وبعدين فجأة اختفى. طيب ايه الحين بحط الكود، لازم اعطيكم سؤال، ودي اعطيكم سؤال له دخل في القناة، يعني ابغى اللي يفوز واحد بيهتم بالقناة، فخلونا نشوف لكم سؤال له دخل في القناة. خل نفتح قناتي وندور سؤال. ما راح انزل الكود في الشات، بعطيكم اياه، بقول لكم اياه يعني، واول واحد يجاوب برسل له مسج على طول. طيب وين قناتي؟ طيب بعطيكم اعلان وبقعد بدور لي على سؤال، لحظه واحده بس. طيب اوكي خلي يروح الاعلان، لسه ما راح اعلان الزومبي، طويله مشكلته. وين خلينا نسوي كلير للشات؟ وقف الاعلان عندكم شباب. اوكي ما في اعلان خلاص. طيب السؤال تحتاجون تفتحون القناه اللي يبغى يجاوب بسرعه يعني، ف ابغى جاهزين؟ لا لا خلي اتاكد ان كلهم راح. اوكي راح، جاهزين؟ يلا لحظة تكتبون شيء، خلوني أمسح الكلام. وين كلير؟ طيب شباب أبغى اسم المقطع اللي عليه أكثر مشاهدات في القناة. أبغى زي السلاح اللي عندك يا أبو نارك. صار في واحد زي كده اللي بيجاوب بيحس. لا غلط، اول واحد غلط. ايوه هذا بس واحد جابه اللي هو كود بلاك هوب زومبي، ماجد عادل وابراهيم. مبروك عليك يا، خليني اشوف اسمه. انت الظاهر كنت معانا امس في الستريم سياف. مبروك عليك يا سياف، خلاص سياف فاز شباب، هدي خلاص سياف فاز مثل الموضوع. خلينا نرسل له اياه. اصبر خلنا نذبح الكلب هذا. بكتب له رسالة بس. باخذ دمه. يا طلع. أريكم. أنا أبغى إمو يا. متى إن شاء الله عارف هذا لقيت خلص. خلوني أنسى. يلا أنا ذابحه ترى. أنا ذابحه. أنا اللي جايب، أنا اللي جايبه. عادل ماجد، تعال تعال هنا. تعال تعال تعال. ايوه كذا صح عليك. تعال دقيقه بس لما يجوا وانتوا هذا ايه بودينا فوق. سياف شيك على الرسائل الحين عندك في تويتش نفسه، وصلت لك ولا بحط سلاح حقي الا عندك؟ وش عندك؟ شلون ما عندك سلاح تمشي بيدين؟ اوه الظاهر ان صوت المقطع اشتغل الظاهر. طيب خلاص كذا ما باقي شيء على الخمس دقائق، اخر خمس دقائق، فعطوني كيف طلع. انا احاول قد ما اقدر احط سؤال يجاوب عليه الشخص اللي يتابع القناه، لانه هو اكثر واحد يستحق الكود. صوت الموقع كان يشتغل، توني انتبه للموضوع، فانا اسف على اللي صار.
سياف هاكر، سياف هاكر جهازي الظاهر وعرف الموضوع. فباقي خمس دقائق، اي واحد عنده اي شيء يبغاني اتكلم عنه. هاكر غش، هاكر شباب بروح رياضية شوي، بس شوي. وين ساكن؟ في الدمام، اسمح لي ما اقدر اقول. بكم سماعة رايتون؟ والقاها في الرياض ولا لا؟ ما ادري وين يبيعونها. احتمال جرير، ما هو باكيد، احتمال جرير. لكن لا تاخذ الموديل اللي عندي، الموديل اللي عندي مرة قديم، فلا تاخذها. اقول لك خذ شيء ثاني. سعرها ما ادري بالضبط، بس يعني بين 600 و 800 ريال. في بث بعد العشاء؟ ما اتوقع. بتسافر لدبي في المسابقة الفوتوغرافية؟ المسابقة تكلمت عنها امس، رسلت مشاركتي انا، واتمنى يعني على الاقل اخذ اي شيء، اي مرتبة. ما حصلت على اي مرتبة، ممكن يعني يكفي اللي هي الشهادة والبوم. ما تسافر الا لما تكون فايز في احد الجوائز الموجوده في المسابقه. بعدين الحفل اذا صادف انه فاضي ذاك الوقت ممكن اروح، ممكن، ليش لا. هذا العشاء يا شباب، هذا العشاء. فيعطيكم العافيه يا شباب، شكرا لكم كلكم، و اللي موجودين للستريم كلكم 394 الحين، يعطيكم العافيه فردا. الطريقه هذه حقت الستريم السوالف بسويها كل شهر مره ان شاء الله. فنشوفكم على خير إن شاء الله.